في قاعدتين أساسيتين كل الناس بتتكلم عنها. القاعدة الأولى هي قاعدة 21 يوم وانت ازاي تكون مهارة في 21 يوم دول. القاعدة الثانية هي قاعدة 10,000 ساعة، انك لو قعدت تعمل حاجة ايا كان ايه هي 10,000 ساعة متواصلة فانت هتبقى بيرفكت فيها وهتبقى راجل محترف فيها. الحقيقة احنا مش هنتكلم النهاردة خالص في الحلقة دي عن القاعدتين دول خالص، يعني هنتكلم عن 10 نقط ازاي تتعلم اي برنامج بسرعة، ممكن تعتبرها خطوات تساعدك في تعلم اي برنامج سواء برامج أدوبي أو حتى برامج 3D. أشوفكم بعد الانترو. ازيك يا جماعة، عاملين ايه الأخبار؟ معاكم محمد زقزوق من zacworks.com و zacworks.academy. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ازيك توك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن 10 خطوات تساعدك في تعلم أي برنامج بسرعة وبسهولة. أول قاعدة معانا هي إنك ما تخافش. أي حد مننا هيجي يتعلم برنامج جديد أول حاجة هتقابله هي الانترفيس أو الواجهة بتاعت البرنامج الضخمة جدا والمليانة منيوز ويندوز وأوبشنز، فبالتالي هيخاف جدا إنه يخش أصلا يتعلم أي حاجة في البرنامج ده. فهي أول قاعدة معانا بكل سهولة إنك ما تخافش خالص من واجهة البرنامج الكبيرة، لأن بتعلم البيزكس أو الأساسيات كل الواجهة الكبيرة دي ولا هتفرق معاك وهتحس إن أنت ضيعت وقت أصلا في الخوف من واجهة البرنامج الضخمة والكبيرة دي. فالخوف من واجهة البرنامج هي مجرد وهم في خيالك، ومجرد ما بتتعلم الأساسيات كل الكلام ده بيروح. تاني خطوة معانا هي إنك بلاش تضيع وقتك في كورسات كتير أو دروس كتير. يعني عشان تتعلم الأساسيات أو تتعلم أي برنامج أول حاجة طبعا هتيجي في بالك إنك تجمع أكبر قدر من المعلومات أو أكبر قدر من الدروس والكورسات علشان تقدر تخش البرنامج ده، لكن الطريقة دي غلط تماما. يكفي جدا انك تمسك كورس واحد بس لمدرب واحد وما تشتتش نفسك مع مدربين تانيين. يعني خلاص انت خدت كورس اساسيات او مسكت كورس اساسيات، ابدا بقى خرره دم لحد ما تعرف الاساسيات دي بتتكلم في ايه او البيزكس بتاعت البرنامج عباره عن ايه، لحد ما تتقنها كويس جدا، وابدا يا سيدي شوف بعد كده كورس تاني او دروس متقدمه او وركشوبس تانيه. لكن في البدايه انت مش محتاج خالص غير كورس واحد بس ومدرب واحد بس يقول لك ايه الاساسيات او بريكز ايس زي ما بيقول او يكسر حاجز الخوف اللي بينك وبين البرنامج ده. تالت خطوة معانا هي انك تقسم البرنامج. بمعنى ايه؟ ان البرنامج ده مقسم لبيزكس ومقسم لوركشوبس، وده اللي احنا عاملينه اصلا في كورس الموشن جرافر كمان، فانت كمان تعمل كده. يعني فرضا انت عايز تتعلم الفوتوشوب مثلا، هتقسم البرنامج عبارة عن بيزكس، والبيزكس دي كمان تقسمها لمنيوز ولويندوز والاوبشنز وتولز واكشنز والكلام ده. حاول تقسم البرنامج بالشكل ده وتدي لنفسك كل يوم تقريبا تتعلم منه حاجة واحدة بس. يعني قول مثلا ان النهارده هتعلم التولز بتاعت الفوتوشوب، وكمان هتعلم القايمه اللي بيبقى فيها كل الاوبشنز اللي بيديها لك البرنامج. بالشكل ده انت اتعلمت حاجتين في اليوم كويس جدا، تاني يوم ممكن تخش في حاجه تانية زي مثلا الاكشنز او ايا كان انت هتعمل ايه، بس لازم تقسم البرنامج لان الموضوع ده هيساعدك كمان ان انت تتعلم بسرعه ومش هتحس ان انت كربست نفسك بالمعلومات، فحاول تعمل الموضوع ده لانه كويس جدا. رابع نقطه ومهمه جدا هي انك تعمل ديدلاين. بمعنى انك تقول والله انا بعد شهر او بعد 20 يوم او بعد 10 ايام البرنامج ده البيزكس بتاعته هكون حافظها ومتقنها وفهمها كويس جدا. لازم تعمل ديدلاين، يعني ما تقولش مثلا انا والله هخش في البرنامج ده وزي ما تيجي. الطريقه دي غلط جدا لانك انت كده مش هتنجز اي حاجه وهتلاقي الوقت بيجري منك وانت لسه ما اتعلمتش حاجه. فلازم لما تخش برنامج جديد قول والله انا قدامي في البرنامج ده شهر شهرين ست شهور واكون متقنه او اكون محترف فيه، واتفر يعني الهدف بتاعك ايه، لكن لازم تحط لنفسك ديدلاين. خامس نقطه ودي طريقه صايعه جدا انك تنجز بيها اي برنامج، انك مثلا تشوف بيلبورد او تشوف اعلان او تشوف فيديو لو هتتعلم افتر افكتس وتقول والله انا نفسي اعمل زي الفيديو ده او زي الاعلان ده. الطريقه دي صايعه جدا لانك بالشكل ده هتحاول تطبق الفكره اللي انت شفتها وهيكون في دماغك بروجكت معين او ديزاين معين عايز تعمل زيه، فهتبدأ تتعلم أسرع من أي حد تاني داخل مثلا البرنامج وهو ما عندوش أي أفكار أو لسه هيشوف الدنيا فيها إيه. يعني طريقة حلوة جدا إنك تتفرج الأول على شغل كتير يعجبك فتتعقد فتبدأ تعيط وتشد في شعرك، بعد كده تخش تتعلم البيزكس وتبدأ تمشي إيدك علشان تطبق الفكرة اللي أنت شفت زيها بره دي. دي طريقة حلوة جدا، هي فيها شوية تعقيد وهتحس كده إن أنت محبط لأن الناس دي بتعمل حاجات حلوة قوي وأنا لسه مش عارف أعمل حاجة، لكن هي طريقة كويسة جدا عشان تنجز نفسك، والمحترفين بيستخدموا الطريقة دي في شغلهم أو لما بيجوا يعني يتعلموا برامج جديدة أو أي سكيلز جديدة، معظمهم بياخدوا الطريقة دي لأن هي فعلا عملية جدا. سادس خطوة وهي التطبيق التطبيق التطبيق.
يعني 3 تطبيق. لازم تطبق اللي انت اتعلمته، يعني مش تاخد الدرس او الكورس وتقول خلاص بقى انا كده فهمت والمعلومات داخل دماغي بدون تطبيق معلم او ممارسه. صدقني انت كده ما عملتش اي حاجه في حياتك. لازم وانت بتتعلم تاخد البروجكتس وتطبقها، وتبص على البرنامج كل يوم وتقعد كده تفلي فيه، او يعني تبص على التولز والمنيوز والدروس اللي انت خدتها عموما في اي كورس، تقعد تبص على البرنامج كل يوم وتحاول تمشي ايدك في حاجات بسيطه، تشوف تصميمات بسيطه وتحاول تطبقها. لكن بدون تطبيق صدقني انت كده ما عملتش اي حاجه. 7 نقطه، ودي نقطه لذيذه جدا، انك تحاول تستمتع باللي انت بتعمله. يعني ما تحسسش نفسك انك داخل مهمه مستحيله، او ان انا لازم اتعلم البرنامج ده عشان هيفيدني خالص. لازم تستمتع باللي انت بتعمله وانت شغال، او انت بتدرس، او انت بتتعلم مهاره جديده او برنامج جديد. وما تستعجلش، اي نعم تحط لنفسك ديدلاين زي ما احنا قلنا، لكن ما تستعجلش يا معلم. المهم ان انت تكون متقن للادوات بعد ما تخلص تعلم البرنامج ده. 8 نقطه، وهي التقييم. ازاي تقيم نفسك؟ ببساطه شديده جدا، ممكن تسال المحترفين في المجال، والله خد الحته دي انا عملتها، ايه رايك فيها؟ اقدر اطور نفسي ازاي؟ وهم هيجاوبوك، زي مثلا النقد الحراق كده اللي احنا بنعمله هنا على القناه. فالنقد مهم جدا ليك في البدايه، لانه هيخليك تاخد خبره الشخص اللي بيكلمك، سواء كان محترف او حتى لو نص نص او معدي خطوات اعلى منك شويه. فاي حته شغل تعملها حاول تاخد راي الناس فيها، ايه رايك في الموضوع ده؟ ناقصني ايه؟ طب لو عملت كده هيبقى احسن. هما كده كده هيردوا عليك ويقولوا لك خلي بالك من دي ودي ودي، وعندك عيوب في الفلانية. لازم تكتب العيوب دي، او تكتب الحاجات اللي ناقصاك دي في نوتس مثلا، او في الموبايل، او حتى في ملف تكست على الكمبيوتر، وتبدا تشتغل عليها في تصميم جديد، وتبدا تبعت تاني وتاخد نقد تاني وتاخد نوتس تانية وهكذا. لكن الموضوع ده هيخليك تشوف عيوبك اسرع، بدل ما انت تقعد تصمم لوحدك في البيت وترمي التصميمات في الاخر على الكمبيوتر بتاعك ومحدش بيشوفها. فدي طريقه كويسه جدا. وقول للي انت بعت له ان انا والله مبتدئ وبتعلم، يا ريت تفيدني، او ممكن تشارك في نقد الحرق، يعني ده شيء حلو جدا الحقيقه. 9 نقطه، وهي الاستمراريه. مش معنى ان انت خلصت خلاص الكورس، او خدت شويه توتوريالز وتعلمت الاساسيات، او عملت لك كام تطبيق او بروجكت، انك كده خلصت يا معلم. لو ما استمرتش كل يوم تطبق، وكل يوم تمارس اللي انت اتعلمته، وكل يوم كمان تغذي بصرك وتغذي عينك وافكارك بشويه شغل الناس كتير جدا، وتحاول تطبق اللي انت اتعلمته او اللي انت شفته، يعني هتنسى كل اللي انت اتعلمته في حوالي 3 4 ايام ممكن اقل. فالاستمراريه هتعمل عندك اتقان للي انت اتعلمته عشان كمان ما تنساهوش. وصدقني انك تنسى برنامج او تنسى وجهه برنامج او تولز، ده احساس وحش جدا. يعني ان انت تبقى اتعلمت كل ده ورميت مجهود في برنامج معين، بعد كده تيجي تلاقي نفسك نسيته، فده مش حلو خالص. فلازم على الاقل تفتح البرنامج كل يوم كل يومين، وتبدا تعمل بيه حاجه حتى لو بسيطه، بس عشان ما تنساش الانترفيس بتاعته، وعلشان كمان تتقن الادوات كل يوم. الا بقى لو انت شايف ان البرنامج اللي انت اتعلمته ده مش مفيد خالص وانت مش عايزه، فخلاص يا معلم انساه ولا كانك اتعلمته يعني. لكن لو البرنامج يهمك لازم تعمل ده كل يوم، فالاستمراريه مهمه جدا. 10 نقطه، ودي النقطه الاخيره معانا في حلقه النهارده، هي انك تشوف افضل طريقه لتعلم البرنامج ده. لان في ناس بتحب التعلم اونلاين، او ان هو يبقى يعني سيلف ستادي لوحده عن طريق اليوتيوب، او عن طريق ليندا او يوديمي او زاك وركس دوت اكاديمي، او ان انت مثلا تاخد كورس لايف او اوفلاين. فشوف ايه الطريقه المفضله بالنسبه لك لتعلم البرنامج ده لو عايز تنجز. يعني في ناس بتحب تتعلم لوحدها، وفي ناس بتحب تتعلم عن طريق الكورسات. فتحديد الطريقه بتاعت التعلم بتاعتك مهمه جدا. يعني لو انت راجل بتحب تقعد مع نفسك في البيت وتتفرج على دروس اونلاين او كورسات اونلاين، خلاص خليك كده، ما تقعدش بقى تهري مع نفسك وتروح تاخد كورس في الاخر، وفي الاخر ما تروحش ولا تحضر وتغيب. فشوف ايه الطريقه المفضله بالنسبه لك واعملها، وخليك ثابت عليها وما تغيرهاش، لان هي دي اللي هتنجزك يا معلم. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وتشوفوا الحلقات اللي فاتت من زاك توك، وكمان فعلوا زرار الجرس. كان معاكم محمد زقزوق من zacworks.academy وzacworks.com. مش عارف انا عكستهم ليه المره دي، بس مش مشكله يعني. سلام عليكم.